السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم في قناة روائع وابداع ذهبك. معانا زي ما احنا شايفين يا جماعة دلوقتي بلاور ده شغال، بس المشكلة انه شغال دايركت، شغال على طول زي ما احنا شايفين كده اهو شغال. طبعا انا مشغله سيريال عشان اجربه اهو شغال. طبعا ده عشان السبب المفتاح، هنفك يا جماعه المسمار دي، ادي مسمار اهو 2 وادي 1 3. طبعا انا فكيته اهو، جبت المفتاح، او هم مش المفتاح بتاعه يا جماعه سايبينه هم وحاطينه كده، لان المفتاح ده شغال على طول، يعني الطرفين دولك وهو كده في الوضع العادي، الطرف ده متوصل بده، المفروض في الوضع ده ان ده يتفصل عن ده وما يشتغلش. جبنا واحد اهو يا جماعه زي ما احنا شايفين نفس المواصفات اهو ب 30 جنيه من شارع كلوت بيك. هنجربه كده ونشوف طبعا هنركبه ازاي. طبعا التركيب بتاعه زي ما احنا شايفين اهو كده يا جماعه، بيتحط كده في هنا مجره اهو وبيتركب كده. طيب هنركبه بقى ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده اهو، هنقطع السلك ده اهو يا جماعة، فردة تبقى هنا والفردة التانية هتبقى كده. نشوف كده يا جماعة، طبعا اهو نشوف المساحة او المسافة اهو كده، هنقطع من الحد هنا كده يا جماعة اهو، وادي طرف، ده طرف من الاطراف، هنطلع كده المفتاح يا جماعة، وادي الطرف التاني. طبعا هو في طرفين كهرباء، بس احنا هنعمل المفتاح على طرف من اطراف الكهرباء اهو كده، ونجيب مفك. طبعا ده واحد يعني تقريبا ما كانش لاقين هم مفتاح او ايه او حاجه زي كده اهو يا جماعه كده. نشيل ده خالص عشان نعرف نركبه اللي هو المسمار اهو يا جماعه كده، ونجيب ده كده نعري شويه المفتاح، ممكن نركب له ترمله لو عندك ترامل اهو يا جماعه كده. ادي المسمار، هنلفه كده لفه صغيره زي الترمله العاديه اهو يا جماعه كده. بعد كده هنجيبه هنا اهو وهنربط عليه. اهو كده. نجيب الطرف التاني. برضو نعمل نفس الحكاية. نطول السلك شوية عشان اللفة حوالين المسمار. اهو. نشيل المسمار ده كده. عشان نعرف نعمل ايه. حلقة كده حواليها ويمسك في المسمار اهو يا جماعة كده، ونلف لفة صغيرة. طبعا بالطريقة دي مش هنحتاج ترملة اهو كده يا جماعة، وهنحط المسمار في مكانه كده. طبعا هنغطي السلكة ديك، وهنجيب كده نحطه في الوضع بتاعه اهو تمام كده، وهنجيبه ايه نبيته في الايه في المكان او في المجرى بتاع السلك كده اهو يا جماعه كده تمام اهو، عشان نحطه في ايه ما تضايقش في المجاري بتاعته. بعد كده اهو
طبعا دي اهي في هنا فتحة اللي هتخرج المفتاح بتاع التثبيت ده كده يا جماعة. بسم الله اقول لف المنحة دي كده كده تثبت. اجيب المسامير بقى ايه واعمل ثبته. خلاص يا جماعة اركب اهو المسامير اهو كده. معلش هو مزنوق شوية المسامير دي اهو كده. والناحية التانية عملناها اهو. والناحية التالتة اهو يا جماعة كده هنثبت المسامير اهو. وادي المسمار التالت اهو. ونلاحظ نخلي بالنا يا جماعة من مفتاح التثبيت المفتاح ده اللي هو ده اهو كده. خلاص اهو يا جماعة زي ما احنا شايفين كده اهو. نجرب كده ونشوف. نحط الفيشة اهو. طبعا السيريال اهي اشتغلت معناه ان هو اشتغل. عايزين نجربه بقى على الايه الكهرباء اهو يا جماعة كده. حطيت انا كده الكهرباء يا جماعة اهو. مفتاح التثبيت دوت لو عايزين نثبت المفتاح ندوس ونثبت كده اهو. ارجو ان اكون وضحت الفكره وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.